القمة العربية لإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج. أول أهدافنا كان تطوير مفهوم التوظيف بالداخل والخارج واختيار المرشحين لشغل الوظائف المطلوبة بالكفاءة والخبرة المطلوبة. عشان كده كان لازم نختار فريق عمل منظم ومتخصص يمتلك كافة الخبرات المطلوبة في مجال التوظيف والموارد البشرية. ومن هنا نجحنا في تكوين قاعدة بيانات ضخمة تستوعب كافة التخصصات في جميع مجالات الأعمال. مهندسين، أطباء، مدرسين، محاسبين، مصممين جرافيك، وغيرها من التخصصات. إلى جانب جميع التخصصات الحرفية والصناعية. يعني بفضل الله مفيش تخصص إلا وليه عندنا قاعدة بيانات تغطي كافة احتياجات سوق العمل. ده غير إن فريق العمل ليه قدرة فائقة في وضع حلول مختلفة لكل ما يتعلق بصعوبة التوظيف من خلال مجموعة أنظمة ذكية ومتقدمة واسعة النطاق، تهدف في النهاية إلى تكوين علاقات عمل ناجحة لطرفي العلاقة في إطار من الشفافية والوضوح لجميع مراحل عملية التوظيف. القمة العربية، الشفافية، المرونة، المصداقية، التقدم والتطور. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج والداخل، معنا أنت في أمان.